أحييكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم الحصاد الذي يأتيكم من المركز الإعلامي لوزارة الدفاع. معكم حنين الحسناوي وإلى بداية الحصاد. استقبل وزير الدفاع السيد جمعة ناد سعدون في مكتبه بمقر الوزارة الجريح العريف وسام محمد صالح المنسوب إلى قيادة عمليات نينوى، استجابة للمناشدة التي أطلقها الجريح إلى السيد الوزير خلال زيارته إلى قيادة العمليات في وقت سابق. وأوعز السيد وزير الدفاع بالاستجابة إلى مطالب الجريح البطل الذي أصيب أثناء تأدية الواجب. حضر السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله تمرين صولة الأبطال بمستوى قيادة العمليات الذي أقيم في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا والذي أعدته كلية الحرب إحدى كليات الجامعة، وبحضور عدد من كبار القادة والضباط. وكان في استقباله رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا الفريق الركن سعد مزهر العلاق وعمداء الكليات والهيئة التدريسية. استقبل الأمين العام لوزارة الدفاع السيد جبار ثجيل مطلق الحيدري في مكتبه بمقر الوزارة النائب الأستاذ طارق الخيكاني، وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من المواضيع المهمة التي تخص سير العمل في المكتب، ومناقشة أهمية التعاون البناء بين الجانبين التشريعي المتمثل بمجلس النواب والجانب التنفيذي في وزارة الدفاع. بحضور المفتش العسكري العام لوزارة الدفاع الفريق الركن عماد ياسين الزهيري، أقامت هيئة الجاهزية في المفتشية العسكرية العامة مؤتمر الجاهزية وتقييم الاستعداد المؤسساتي الفصلي الأول لهذا العام، وجرى المؤتمر بحضور عدد من مسؤولي الجاهزية وممثلين عن الأسلحة والمديريات ووحدات مختلفة أخرى. وجرى خلال المؤتمر التأكيد على الجانب العملي في الجاهزية لجميع وحدات الجيش العراقي ولما له من أهمية في المؤسسة العسكرية. تفقد السيد معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق الركن قيس خلف المحمداوي والسيد قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي قاطع عمليات ديالى، وكان في استقبالهم قائد عمليات ديالى وعددا من كبار الضباط، وشددوا على الجميع باتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر والانتباه اتجاه أي تحرك لعصابات وزمر داعش الإرهابي. تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس أركان الجيش، قامت كتيبة تجسير المقر العام مديرية الهندسة العسكرية بنصب جسر يربط ناحية وانا بقضاء زمار في محافظة نينوى بمواصفات عالية، ويعد هذا الإنجاز الذي نفذ بجهود منتسبي مديرية الهندسة العسكرية قد ساهم في حل مشكلة الازدحامات وعبور المواطنين الذين أبدوا سرورهم بهذا العمل وبسرعة إنجازه. أجرت مدرسة القوات الخاصة الجناح المظلي بالتعاون مع النادي العراقي للرياضات الجوية القفزة الأولى على الدورة الثالثة لمتدربي القوات الخاصة وبمشاركة العنصر النسوي، وكان ذلك بحضور قائد فرقة القوات الخاصة اللواء الركن غالب محمد قمر، وتكللت القفزة بالنجاح الباهر. قيادة عمليات ميسان تلقي القبض على مطلوبين وتصادر كمية من الأسلحة ضمن عملية أمنية جنوب قضاء المجر الكبير. طائرات F-16 العراقية وبالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب تنفذ ضربات جوية مدمرة لكهف تابع لعصابات داعش وتقتل 8 إرهابيين كانوا في داخله في الموصل. استخبارات وأمن بغداد تضبط 3 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة وتلقي القبض على متهم آخر بتجارة المخدرات. إلى نهاية الحصاد، شكرا لحسن المتابعة أعزائنا المشاهدين، ولأي تفاصيل أكثر زوروا مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم في أمان الله وحفظه.